إن التميز يحتاج إلى همة، همة عالية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة الأسلمي يوما وقال له: يا ربيعة سلني ما شئت أعطيك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. يعني بحيث هذه تبي لها جد واجتهاد وتعب. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذلك، هذا الذي أريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أراد هذا الأمر همة عالية.